أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج استديو الإخبارية. أهلا بكم. بدأت أمس بكل جدية حملة توطين أسواق الذهب والمجوهرات بالمملكة تطبيقا لقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأكدت وزارة العمل أن فرقها التفتيشية بدأت يوم أمس الأحد في تنفيذ جولات ميدانية رقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة لتتحقق من تنفيذ قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات وضبط المخالفات. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جولاتها الميدانية عن طريق 85 فرقة تفتيش تابعة لها على محال الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وذلك بعد مهلة 60 يوما التي منحتها لأصحاب المحلات في إطار تفعيل برنامج التوطين بجميع المناطق. انطلقنا يعني تنفيذ هذه التوجهات، وجدنا الحقيقة فيه التزام وفي احترام لقرار التوطين، لكن هذا ما يمنع أنه فيه مخالفات. اليوم عدد كبير من العمالة هربت، وجدنا أنه فيه مخالفات أيضا على مستوى الوثيقة الوطنية. البعض يدعي أنه جواز السفر كافي رغم أنه هذه الجوازات منتهية، البعض يقول أنه لديه معاملة لدى الأحوال ويعطينا ورق يعني عليه أختام محلات أو أختام مؤسسات، وهذا الأمر غير صحيح. نحن الضابط الأساسي عندنا والعامل الأساسي في التأكد هو قضية الهوية الوطنية. ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وبالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة. كما يهدف برنامج التوطين إلى إيجاد أكثر من 5000 وظيفة للمواطن السعودي في هذا القطاع الذي يبلغ حجم الاستثمارات به 14 مليار ريال بحسب آخر الإحصائيات، إذ تعد سوق الذهب السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك والأولى عربيا. بدر مشعل للاستديو الإخبارية الرياض. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا الموضوع في الاستوديو الأستاذ خالد الدواس، وهو مستشار في حوكمة الشركات. مرحبا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا دكتورة. أستاذ خالد، خلينا في البداية نتكلم عن القرار. هل من الممكن أنه سيواجه صعوبات في بداية تطبيقه بشكل تام في قطاع الذهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر لكم هذه الدعوة الكريمة. بالنسبة لسعودة أسواق الذهب دكتورة، أتوقع لا يختلف اثنين على يعني قبوله في المجتمع بشكل كامل. السعودة هي ضرورة. الخطوة رقم اثنين الحقيقة أتوقع هي محل النقاش آليات وتكتيكات السعودة، كيف ستبدأ التطبيق، كم هي النسب، من سيتأثر بهذا السوق، من سيحافظ، من الذي سينمو، من الذي سيخرج. نعم. وهذا الحقيقة يعني جعل مثلا خلنا نقول المجالس المختصة في الغرف التجارية، التجار الصغار، التجار الناس الرواد الأعمال ما حد انتبه لهم الآن، والتاجر الكبير اللي مسيطر واللي في المرحلة النص ما بين ريادة الأعمال أو من بداية صناعة يعني صياغة الذهب إلى يعني توجه النمو الحجم المتوسط والكبير. نعم. كل شخص يتساءل ويرى أنه محور اهتمام نحو هالقرار، كيف بيصير، كيف اهتمامه، تكنيكاته وآلياته تحتاج للحقيقة مشاركة يعني من كافة الجهات. ونفس الوقت يعني ملف سبق طرحه، مو ملف جديد يعني. نعم. سبع سنوات توقع تم طرح الملف تم طرحه وتم التمهيد وكان وحصلوا فلاشات إعلامية وسجلت بعض يعني الإيجابيات، ولكن تبخر. نحتاج لاستدامة العمل. طيب. حوكمة القرارات هذه تحتاج لاستدامتها، أولا تكون تدريجية، اثنين تراعي أصحاب المصلحة اللي هو التاجر الصغير المتوسط الكبير المستهلك،
رقم ثلاثة السوق أو الرابع أو الخامس السوق. لا بس عنصر التدريج عمل فيه يعني، والآن أخذت الخطة التدريجية، هي تعتبر تدريجية حتى طبعا الآن. أنا ما أنقد الخطة الحالية لكن أنا أتكلم بشكل عام أنه هذا قاعد يصير، وأنه إذا كان يطبق التدريج، وتوقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حاليا هي قادمة بوضوح مع رؤية 2030 وبرنامج التحول اللي هو 2020، واضح أن عندها طريقة وأسلوب جديد يختلف عن الطرح السابق اللي كان نوع من ضغط السوق ومحاولة تحصيل كويك وينز أو مكاسب سريعة. جميل. لا أنه أنا قاعد أعيد ترتيب هالسوق. وبعدين خلينا نكون واضحين، قطاع يعني الذهب أنا يمكن لا يحق أني أتكلم عن الصاغة، والصاغة هم أدرى، لكن يحتاج إلى مال رأس مال جريء، مخاطره طيب. عالية أرباحه عالية. طيب هذه نقاط مهمة احنا بنتطرق لها في المحاور القادمة، لكن اسمح لي الآن أن أرحب بضيفي من القصيم أحمد المشيقح، وهو أمين عام برامج التوطين والتنمية الاجتماعية في القصيم. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات. طيب أستاذ أحمد، يعني إحنا نتكلم الآن عن توطين نشاط الذهب والمجوهرات، من المعلوم أن هذا القطاع قطاع كبير يحتمل مثل ما ذكر ضيفي الكريم الأستاذ خالد نسبة مخاطر عالية، يعني الخطة القادمة توقعها من قبلكم أستاذ أحمد، ما هي الصعوبات التي قد تكتنف تطبيق هذا القرار بشكل تام في مجال التوطين؟ والله بداية الحقيقة يعني قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات هو ليس قرار جديد، الحقيقة هو قرار قديم صدر قبل فترة وأعيد إصداره مرة أخرى قبل شهرين. فأصحاب العمل في أسواق الذهب والمجوهرات لديهم معلومة ولديهم خبر أن هناك توطين، والحمد لله نحن في منطقة القصيم لدينا توطين كامل 100% قبل تطبيق القرار، بحكم تفعيل برنامج التوطين في المنطقة ومن خلال الزيارات مع الجهات المعينة. ولذلك أعتقد أن التوطين ليس جديد. صحيح. رجال الأعمال وأصحاب الأعمال في مجال نشاط الذهب لديهم معلومة من سنوات عن هذا القرار. نعم. نعم، لكن سيطرت يعني العمالة الأجنبية على قطاع سوق الذهب، لا يمكن أن يكون ذلك مربكا في حال انسحابهم في يعني المراحل هذه أو في هذه المرحلة الراهنة بشكل كام وكلي؟ أنا أتوقع أن يعني توجه وزارة العمل الحالي خاصة الجدية في تطبيق القرار، لنا تجربة رائعة الحقيقة في مجال الاتصالات، طبيعي أن يكون هناك انسحاب لبعض رجال الأعمال أو بعض المحلات، وقد يكون داخل جانب التستر التجاري، لكن في المجمل سيضطر أصحاب الأعمال إلى فتح محلاتهم من مرة أخرى، لأن هذا خلاص قرار يجب أن يطبق وطبق في الفعل. طيب إذا ما تحدثنا عن جانب آخر أستاذ أحمد يتعلق بالسعودة التي حصلت في الماضي، ضعف الرواتب التي كانت مقدمة من قبل الأفراد، يعني من قبل أفراد يملكون محلات الذهب لشباب يعملون فيها، يعني أثارت مشكلة حيث تم انسحاب هؤلاء الشباب في تلك الفترة، ما رأيك؟ أنا أتكلم عن منطقة القصيم، بالعكس الرواتب مستوى رواتب العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يعتبر مستوى جيد، الحد الأدنى لا يقل عن 5000 ريال يصل إلى 15 إلى 20 ألف كمدير معرض. بالعكس نشاط الذهب والمجوهرات خاصة لأصحاب الخبرة والذين لهم فترة في هذا المجال مجال مربح ومجال مناسب، ونثق جميعا حقيقة رجل الأعمال متى ما وجد الشاب المناسب والذي يعمل بشكل جيد فإنه سيكون راتبه بكل تأكيد جيد. جميل. احنا الآن نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن في الاستوديو مشعل الدبيان، وهو مهتم في مجال المجوهرات والمعادن الثمينة. مرحبا بك أستاذ مشعل. الله يحييك. أهلا مرحبا أستاذ مشعل. أننا بنتكلم عن قضية توطين الذهب، الآن بدأ القرار بالتنفيذ، هل من المتوقع أن تكون هناك صعوبات في بدايته، في بداية تطبيق هذا القرار بشكل كلي وتام؟ هو طبيعي كقرار راح نواجه صعوبة في البداية، بس بعدين إن شاء الله راح يكون القرار يعني راح أول شيء راح يشكل دعامة وتوظيف لشباب سعودي كثير مو بشوي، وراح يساعد هذا الشيء في اقتصاد كبير مو بسهل، يعني قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية
يعني يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، فهذا شيء طبيعي أن نواجه. طيب لكن الصعوبات. في قضية ضعف الرواتب، يعني إذا كنا نتكلم عن التوطين وتكلم عن توفير وظائف، ربما هذا النوع من الوظائف لا يرغب به كثير من الشباب نظرا لضعف الرواتب وأمور أخرى تتعلق حتى بالتوقيت. يعني شوفي، هو أصعب شيء اللي يواجه الشاب السعودي في هذا القطاع اللي هو ساعات العمل. هذا نعم، أصعب ساعات شيء. العمل أي. ساعات العمل، ساعات العمل ممكن تكون طويلة، وهذا ممكن الحل يكون بيد وزارة العمل اللي هو تحديد ساعات العمل، لأنه ساعات العمل عندك من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 12 الظهر، هذه أول فترة. الفترة الثانية من الساعة 4 العصر إلى الساعة 10 ونصف الليل، والرواتب مهم ضعيفة. مثلا أهل الخبرة واللي عندهم مثلا خبرات عالية في هذا المجال رواتبهم جدا عالية، مهم ضعيفة. الضعيف ممكن للمتدرب أو المستجد. طيب أستاذ خالد، في هذه النقطة ما رأيك؟ والله أنا شوفي، أنا أرى أنه الشاب السعودي خصوصا في قطاع الذهب، القطاع الذهب يحتاج إلى رأس مال جريء وكبير ومخاطره عالية لكن أرباحه عالية. إذا بتستقطب الشاب السعودي أنت ما تحتاج إلى، يعني خلينا نفرق ما بين تاجر الذهب ومسوق الذهب. صاحب صناعة والصاغة على الذهب، هذول الناس الذين يقودون عملية تجارة الذهب ولهم توجهاتهم، يحاولون يخفضون تكاليفهم. الشباب اللي راح يلتحقون هم راح يلتحقون كمسوقين، يعني يعتمد الموضوع على الكاريزما وعلى المهارات ونفس الوقت على القدرة على البيع. إذا لم يكن هناك برامج جاهزة بمعنى أنه يكون شريك بنسب مئوية خلاف الراتب، لن يعطي ولن يؤدي ولن يبدع. جميل. المكان هذا مكان إبداع، سواء أنه أنا أكون مثلا أجنبي والتكاليف منخفضة والعائد اللي يجيني هو عائد كبير بالنسبة لي وبالتالي يتوافق مع إبداعي، أو إني أغش ومثل ما شفنا في المقاطع الكثيرة عشان أحصل أسرع الربح يعني ممكن، أو إني فعلا أخرج من هذا القطاع. طيب. والأكاديميات اللي تفتحت سابقا في الذهب تعطينا انعكاس جيد، أنه يفترض أصلا ما يفتح ذهب جديد أو لا يرخص إلا الإنسان عمل أقل حاجة 3 سنوات. طيب لديه خبرة وتهيئة للدخول في هذا المجال. جميل، نقطة مهمة. أستاذ خالد، بس أنت تكلمت عن الغش. طيب احنا بنرجع للنقطة هذه، بس الآن أنا برحب بضيفي الكريم محمد جميل عزوز، وهو نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة في غرفة جدة. مرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. أستاذ محمد، يعني هل هناك بالفعل مستقبل جميل يعني نتوقعه للشباب السعودي وأيضا الشابات في مجال توطين الذهب في المرحلة المقبلة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد، نرحب بكم ونشكر قناة الأخبارية واهتمامها بهذا الحدث الوطني، وهو سعودة قطاع الذهب والمجوهرات، ونشكرك ونشكر ضيوفكم. في البداية طبعا أنت قلت هل هناك مستقبل ظاهر؟ نعم، لو لم يكن هناك مستقبل ظاهر كان احنا خرجنا. لا، المستقبل ظاهر جدا، وإن شاء الله الفرص طيبة لمن يستمر في العمل. طيب وش نعم، لكن أستاذ محمد يعني نتكلم الآن عشان ما نطلع برا المحور المهم، هل هناك بالفعل صعوبات تواجه توطين الذهب للشباب والشابات السعوديات يعني في المرحلة المقبلة؟ تحدثنا الآن عن صعوبتين تتعلق بساعات العمل وتتعلق أيضا بضعف الرواتب في بعض المحلات، ما تعليقك عليها؟ ما في صعوبات، ما دام إحنا حنحط رجلنا على أول الطريق، إحنا الآن نعتبر من أول الطريق. اللي بيقول إن إحنا لينا السعودة القرار من 12 عام، القرار نعم صادر من 12 عام، وإحنا بنحاول إن إحنا نسعود، وجات فترة 8 سنوات واتنسى القرار في طفرة الملك عبد الله وعدم المتابعة من وزارة العمل، ودخلنا في برامج نطاقات وبرامج أخرى كثيرة جعلت السوق يتراخى. بعد ما وصلنا إلى نسب عالية من السعودة تراخى، فجأة وجدنا أنه في قرار في خلال 60 يوم، ما أهملناه في 8 سنوات حنعوضه في 60 يوم، ده صعب. ولكن أنا من هذا المنبر ومن هذا المكان أقول لا تراجع عن القرار، إذا بدنا نطبق القرار نطبقه حتى يكون آخر موظف في سوق الذهب سعودي. ولكن لازم يكون في دعم من الدولة لتصحيح أوضاع المهنة. ساعات العمل جزء من المصاعب، الرواتب ليس جزء من المصاعب، ولكن اللي ينجح حينجح لنفسه.
احنا اذا كان بدنا نحط شباب يكونوا بائعين، لا، نخطط انهم يكونوا اصحاب محلات، لانه يمكن نقول 50% من المحلات الموجوده في اسواق المملكه العربيه السعوديه او في مناطق محدده لا يملكوها السعوديون، يملكوها غير سعوديين، يجب انه يكون هذه في يد ابنائها. صحيح. هذا شيء جميل، لكن هنا نطالع في مهنتنا نجد انها ليست بيئه جاذبه، المخاطر فيها كثيره. حاليا حيواجه الشاب الخوف، اللي بيشوفه الان التاجر من خوف ومن قرارات ومن بيروقراطيه، هو اول واحد حيفكر يقول لك انا ايش لي ايش الادخل. نعم، لكن استاذ محمد يعني احنا نسمع عن قصص في هذا المجال يعني كبيره، يعني هناك من بدا كعامل غير سعودي الى مالك لمحل ذهب. نعم، يعني نعم. ليش يحصل هذا مع غير السعودي، بينما عند السعودي يعني نقول نتحدث عن مخاوف وامور تتعلق بهذا الجانب؟ انا اقول لك ليه، اذا تبي الموضوع بشفافيه أكيد. الان اللي موجودين في المحلات عائله واحده، واحنا نعتقد انهم عمال اجنبيه، لا يا ستي، هم عائله واحده، ولد وابن عمه وابن خاله، من جنسيه واحده، من جنسيه واحده، من اقارب مع بعض، هم يحموا بعض. انما لما انا اجيب الشاب السعودي حجيبه غريب على العائله هذه، فاي مشكله حتحصل يعلقوها بالشاب السعودي، يهرب. مو مستعد شاب تعطي له 10000 ريال يضيعه في خاتم مسكين، يعني مو معقوله حيفضل طول عمره مديون. هو ما يكون حرامي، ما يكون مختلس، ما يكون غشاش، ولكن مسكين سرق وهو تحت المسؤولية. إيش اللي خليني أنا أدخل في مهنة زي هذه آخر الشهر ممكن أنا ما لاقي راتبي؟ جميل. ضاعت تحت المسؤولية وتحت الإهمال. لا، هو بيبعد تدبير طرق لإخراج السعودي من السوق بطرق فيها تحايل. طيب، واضحة نقطة مهمة برجع لها لك أستاذ محمد. فضل. لكن ضيفي مشعل قبل قليل كان يتحدث تعقيبا على ما ذكره الأستاذ خالد، أتكلم فيها النقطة هذه الأخ محمد، اللي هي أي نقطة؟ اللي هي مسألة أن التستر هذا اللي يعاني منه السوق السعودي، وهذه أكبر مشكلة نعاني فيها. يعني حنا أوكي عشان ننجح السعودة نقضي على التستر في مرحلة قبل، هي مهمة، اللي هي التستر، هي اللي لازم يترتب السوق، يتنظف السوق، يرجعوا أصحاب المهنة الأصليين للسوق، لأن يعني هي مهنة واحدة، هي جنسية واحدة. جنسية واحدة. جنسية واحدة. مسيطرة على السوق. مسيطرة على السوق. مسيطرة بالضبط هذه. طيب أستاذ خالد إيش رأيك؟ والله يعني كلام الإخوان كله يصب في قالب واحد، وزارة العمل، الصاغة وتجار الذهب، الغرف التجارية، ورجال الأعمال. يفترض انهم يعني يكونوا هذول اصحاب مصلحه رئيسيين، يخرجون يجتمعون بتوصيات واضحه، سواء في تمكين الشباب، سواء في اخراج المتسترين. وانا اود ان انتقل الى مرحله اكثر من نظام دوله. يعني لما الدوله تقول لابد ان اسعود، يعني احنا وطنيتنا ما يعني خلينا ما نغامر فيها، احنا وطنيين 100% ان شاء الله. ليش ما يكون في ميثاق عمل أو ميثاق أخلاقي ما بين الصاغة وتجار الذهب؟ وتجربة القصيم زي ما ذكرها أخوي أحمد المشيقع تعكسنا تجربة ناجحة. أنا ما أحتاج أروح للغرب ولا للشرق، من الداخل لدي تجربة ناجحة توطين، يقول لك 100% طبعا حسب الإحصاءات اللي أعطاني إياها الآن على هو مباشرة. فإذا في تجربة ناجحة من الداخل، لماذا لو عممها على باقي المناطق؟ يبدو لي أنه العرف وأخلاقيات المهنة قاعدة تقود هذا الشيء. ولو لم يجد هالمتستر بيئة صراع زي الفيروس إن تعطيه مجال إنه ينمو ويتكاثر لن يتكاثر. طيب خلينا نسأل أستاذ أحمد، يعني كيف تغلبوا على المشكلات اللي إحنا نطرحها الآن نواجهها؟ قد يكون القطاع مثلا متوسط أو صغير، ليس بالحجم الذي يعني يسهل فيه التوسع في النشاطات غير المشروعة مثل التستر، أم ماذا؟ بكل تأكيد يعني احنا كمنطقة قصيم نحب انبه انه برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الذي انطلق قبل سنة ونص تقريبا برعاية من صاحب السمو الملك أمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بن قصيم ومعالي وزير العمل، تم توقيع اتفاقية لتدشين برنامج التوطين. ما هي فكرة برنامج التوطين؟ هو تنظيم العمل في منطقة ومتابعة قرارات التوطين السابقة، وأيضا طرح قرارات توطين خاصة في المنطقة مثل ما فعلنا في توطين مراكز التجارية. الآن عندنا مراكز تجارية أكثر من 4000 شاب وشابة موجودين الآن، التوطين 100% في المولات في المنطقة. نفس الشيء في مجال الذهب والمجوهرات، عملنا فيه بالقرار السابق
وتم المتابعة وتم التدرج مع أصحاب الأعمال وتأمين طالبي العمل والتدريب والتأهيل. إجمالا كل قرار عندما يصدر يجب أن يكون هناك تهيئة، اجتماع مع الملاك أصحاب النشاط المستهدف، تهيئة الشباب، إعداد برامج تدريبية والتدرج في التطبيق. هذا ما قمنا فيه. أنا أعتقد الحقيقة أن مجال الذهب والمجوهرات القرار اللي أصدرته وزارة العمل قبل شهرين بأن ينفذ أمس هو من باب تجديد القرار، وإلا القرار كان سابق موجود، فما أعطى دفعة جديدة للملاك أنهم خلاص نحن بعد شهرين راح نطبقه، فعلا طبق أمس. فأنا أعتقد أنه ليس الهدف قرار بقدر ما أنه تهيئة السوق وتأمين طالب العمل والتدريب والتأهيل بحيث يكون جاهز لهذا العمل بإذن الله تعالى. جميل. وطبيعي قضية التستر التجاري موجودة في كل النشاطات، ولكن عندما يتم التطبيق الصارم وبالفعل سوف يقضي إن شاء الله تعالى على هذا التستر. طيب أستاذ محمد، احنا تسلطنا الضوء معك على جانب مهم متعلق باحتكار السوق والأساليب التي تستخدم يعني لإزعاج السعوديين في هذا المجال، وضعنا يعني عندنا الآن المشكلة، لكن كيفية التعامل مع هذه المشكلة حتى من قبل القرارات والجهات المراقبة كيف ترى؟ من وجهة نظري استمرار حملات التفتيش واستمرار الضغط على المحلات بالمطالبة بالسعودة ولفترة طويلة سيخرج هؤلاء الناس، سيخرجوا لن يتحملوا. إحنا بالنسبة لهم مهنة، ما هي مهنة آباء ولا أجداد زي اللي بيعملوا في المهنة، لا دول ناس بيحاولوا أي مهنة يجدوا فيها كسب يعني يعملوا فيها. ولكن عشان أنا اليوم أقول سعودة واجي بعد شهر ولا بعد اثنين ولا أبدأ أخرج استثناءات وأبدأ مثلا هناك يصير في تجاوزات، لن ينجح القرار ولن يستطيع الشاب السعودي أن يجد مكانه ليس في مهنة الذهب، في أي مهنة أخرى. ليس ترى لا تفكر أنه مهنة الذهب الوحيدة التي محتكرة، جميع المهن في المملكة العربية السعودية محتكرة، وكل مهنة لها جنسيتها وكل مهنة لها لمؤاخذة يعني إنشاء يعني التعبير ما ناسب مافيا في إدارتها حقيقة. نعم. أستاذ مشعل، خلينا نسلط الضوء على جانب يتعلق بسمعة المملكة يعني حول العالم وحتى الدول العربية في مجال الذهب، كيف هي سمعة المملكة؟ معروف عن الذهب السعودي أو سمعة المملكة بالذهب السعودي هي الأول خليجيا وعربيا، هذا شيء ما يعني ممكن تطلعون الإحصائيات الأخيرة، هي المركز الأول دائما. نعم. كمعايير، كنظافة شغل، نظافة الذهب، لأن عندنا حنا قوانين وعندنا أشياء مثلا لوائح من وزارة التجارة الجميع ماشي عليها. جميل. فهذا الشيء جاذب لجميع الجنسيات إنه يشتري ذهب من السعودية، معروفة. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن المجال بعد التوطين هل سيكون أفضل، أم هناك من يتحدث يعني أو مخاوف من أن يتراجع أو تتراجع هذه المكانة؟ لا إن شاء الله احنا ندعو أن يكون الاستمرارية زي ما قال الأستاذ محمد، الاستمرارية بالقرار هذا ودعمه من التجار أيضا، يعني من وزارة العمل والتجار، وإن شاء الله كلنا أمل أنه يكون نجاحه كبير ونتمنى هذا الشيء. جميل. أستاذ خالد، في مجال التدريب والتهيئة كيف يمكن أن نوفر للشباب والشابات التدريب في هذا المجال؟ والله في تجربة سابقة هي معاهد كانت خاصة للذهب والمجوهرات، لكن يبدو أنها وئدت أو ما وجدت البيئة الصالحة للاستمرار مع التطبيق النظام السابق. الآن يفترض يكون هناك دعم تقني، دعم فني، دعم تدريبي، دعم حتى لوجستي لهذا الأمر، وحماية حتى المستهلك. يعني ترى القرار إذا حمل تاجر راح يكون أثره أيضا على المستهلك، قد يرتفع السعر، بمعنى أنه صغار التجار هذول أو نقول المافيا المسيطرة عندها حاجتين يعني تحرك رأس المال، إنها تأخذ الأرباح القليلة والخفيف، الآن عنده يعني مقيم وعنده ممكن سفر وممكن يجي بديل له في كل سنة شخص، فيبغى يكسب بأسرع وقت ممكن، هذا يعطي سعر ويخف يخلي المنافسة يعني فيها شوي من العدالة على المستهلكين. وفي جانب الحقيقة قد شفناه المحلات هذه اللي اسماءها مهم معروفة هي سوت غش تجاري وممكن عرض في رمضان الماضي، وطبعا لكن سمعة التجار الكبار والصاغة الحقيقة يعني أنا ما أزايد عليها، هي
حافظ اسمها وقيمتها. انا اقول انه الموضوع حقيقه حق يعني توطين الذهب يحتاج الى عمل متكامل ومستمر. اذا لم يكن هناك استدامه فستتكرر تجربتنا السابقه. نعم. طيب استاذ احمد، خلينا نتكلم عن مجال التدريب والتهيئه في تجربتكم، كيف كانت هي؟ كما ذكرت من اساسيات العمل التدريب والتاهيل. احنا نعرف انه كما ذكرت اصدار قرار سهل، ولكن التهيئه للقرار والعمل على نجاحه هذا ما نسعى له جميعا. وكما ذكر الزملاء انه ان ثقتنا كبيره بالشاب السعودي، الشاب السعودي الان اخذ مكانه الطبيعي، حتى رجال الاعمال الان ساهموا كما ذكر ضيفك من في الاستوديو، هناك اكاديميات في بعض القطاعات اقاموا بالتدريب شباب على فترات طويله جدا ودفعات كثيره استفاد منها السوق. مهم جدا تضافر الجهود، مهم توحيد الجهود. الاشكاليه الان انه كل جهه كانت تعمل لوحدها، الان لا، جميع الجهات تحمل تحت مظله واحده تنسيق الجهود، سواء كان المؤسسه العامه للتدريب التقني، سواء كان الغرفه التجاريه، سواء كان صندوق الموارد، وزارة العمل، التجارة وغيرها. الآن أصبح العمل تكاملي، ونرى الآن جميع الجهات تشارك في هذا التنفيذ. طيب يعني أستاذ أحمد، وهذا مما ساعد ويساعد إن شاء الله تعالى. نعم، يعني هذه النقاط الآن متكاملة، الشراكات اللي احنا نتكلم عنها ومن خلال تجربتكم ترى أنها نوعا ما متوحدة، يعني في هذه المرحلة لم تعد كسابق عهدها، كل يعمل بمفرده. نعم. جميل. طيب استاذ بكل تاكيد، بكل تاكيد استاذ محمد ضيفي من جده، هناك من يتحدث عن انها ربما نواجه صعوبه في حال انسحاب جميع العناصر غير السعوديه من السوق، ربما نواجه نقص في الشباب السعوديين الذين ممكن ان يعملون في مجال الذهب، ما تعليقك؟ لا ابدا، كيف اواجه نقص وانا حينقص عدد المحلات؟ اذا خرج الغير سعودي من المحل فهو خرج لوحده، انما الشاب السعودي حيلاقي فرصه، بل بالعكس اتمنى ان تكون الفرص لانه يكون شبابنا السعوديين اصحاب المحلات اللي خرجت، ولن يتاثر السوق. احنا عندنا محلات ما شاء الله تبارك الله قد تكون فائض عن العدد. بس انا بدي اعلق على نقطه التدريب. طبعا. يعني اللي ذكرها الاستاذ احمد المشيقيح، اولا منطقه القصيم منطقة صغيرة لا تقارن بأي منطقة مثلا في المملكة، أو ما تقارن بمنطقة الرياض وجدة ومكة بما لها من خصوصية وحجم وتوسع. ما تقدر تقولي بالنسبة لهم السعودة نجحت لأنه هم والله طبقوا منطقة، وما شاء الله هم عندهم الفكر الثقافي والاجتماعي عندهم ما يعيب اللي يشتغل في الذهب. إحنا أولادنا وهم أولادنا ما يحبوا يشتغلوا معنا، ولكن هذا من ناحية أنه تطبق في القصيم وما تطبق في جدة. في جدة كثرة المحلات الذهب لوجود فئة متسترة كبيرة وفئة عوائل، يعني ترى الموضوع كبير جدا، يمكن ما يسع وقت البرنامج إن احنا نشرحه وأسبابه. لكن موضوع التدريب يا ستي ما شاء الله تبارك الله، معالي وزير العمل وهو على رأس المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الفهني من عام 1422 وحتى عام 1437، تخيلي كم عام. أنا متأكد أنه ولا كلية التقنية ولا المعاهد التدريبية قامت بتدريب شاب واحد على مهنة بائع ذهب ومجوهرات، إلا ما جميعها كانت اجتهادات من تجار شخصية. ما في هذه المادة عندهم ولا في معاهدهم ولا في كلياتهم، لا بائع ولا تقني ولا فني. أنا قطاع زي قطاع الكهرباء والسباكة والنجارة والحدادة، ليه ما يكون لي مخرجات زي غيري؟ ليه ما ألاقي فرصة إن تدعمني الدولة في إن أدرب لي شباب؟ لما تدرب شباب وتهيئ شباب، تهيئ شباب جيد، ليس دورات 3 شهور. ترى إحنا عندنا مثل يقول يموت المعلم وما يتعلم، فمعناته 3 شهور و4 شهور لا تكفي، بالذات مهنة الذهب صعبة، لها أمور فنية دقيقة، بتتعاملي كأنما تتعاملي مع عملة. نعم. صعب إن الواحد يدركها، والشاب ونحمله بكرة مسؤوليتها إنه أخطأ، معذور. صحيح. طيب أستاذ خالد، إحنا الآن نبي نتكلم عن موضوع القيم، نقطة مهمة أشار لها الأستاذ محمد فيما يتعلق بالقيم، أنك تدخل السوق كموظف في هذا المجال أو كتاجر، يعني حدثني عن هذه القيمة وكيف أنها تنجح أو تنجح عند عوائل معينة تحمل هذه القيم وتفشل عند أخرى. بالنسبة لسوق الذهب
يختلف عن السوق لما نقيسه مثلا قطاع تجزئة المواد الغذائية، فيه هايبر باندا وتميمي وبقالة صغيرة جنب بيتك، يعني مهما لو الغيت يا أخ 60% من البقالات الاحتياج الأساسي للحي يمكن محل أو محلين. كذلك الذهب الآن الاحتياج كبير، أنا أشوف أن المحلات هي أكبر من الاحتياج الحقيقي للسوق. والقضية هي قضية يعني تصغير وتكبير الكعكة، لكن صاغة الذهب على مر التاريخ هم ناس مرتبطة أسريا، فتلقاها يعني مرتبطة بأجيال وصناع، وتلقى فأنا من البداية كنت أقول إن تاجر الذهب أو السائغ يختلف عن مسوق الذهب. الناس التجار هذول ابتعدوا عن السوق لأنه قاعد ينافسهم بطريقة غير أخلاقية آخرين، ويأخذون أقل قيمة وأقل أرباح مقابل شخص متنفع آخر اللي قاعد يستعود الآن. تعالج هالمشكلة، رجوع التاجر الحقيقي هو دعم الاقتصاد الوطني. فأنت أول حاجة رابط صدعين، الصدع الأول التستر بحد ذاته وخروج الأموال للخارج، هذه كارثة، كارثة اقتصادية، وتلعب في ميزان تعادل المدفوعات اللي عندنا بدل ما نجيب الفلوس احنا قاعدين نطلعها. اثنين، نفس الصناعة اللي قاعدة يعني خلنا نقول ترى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي زي محلات الذهب اللي فيها 20-30 موظف، هذه المصنع، هذا المخزن الحقيقي للوظائف في كل الدول. المطعم ومحل الذهب ومحل السباكة هي اللي قاعدة تأكل البيوت وتربي وتعلم وتطلع مهندس ودكتور. نعم. مو بلازم شركة ومجلس إدارة، مع أنه نطمح يوم من الأيام تتحول المحلات من صغيرة متوسطة إلى شركة عائلية. جميل. مثل الأسر ما خلنا نسمعها، أنا ما أحب أقول أسماء في السوق، تتحول بعدين إلى شركة، الشركة هذه تقود السوق. إحنا على فكرة ما عندنا شركات يعني مدرجة في السوق المالي لها ثقلها حقيقي وفيها مساهمة للمجتمع حتى يشاركون في صناعة القرار. ما في أصحاب مصلحة. نعم. يعني ما في أحد يمتلك يعني يروح يشتري ويقول والله عندي عائد على أرباح التعاملات والله من هالشركة. طيب. الفلانية. جميل. أستاذ مشعل، يعني هذا الهاجس الذي قد يترتب في ذهن الشاب السعودي والشابات، أكيد يعني أنني بنعرض تجربة أو نعرض يعني أمثلة حقيقية لناجحة في هذا المجال، بودي أن تقدم نصيحة لهم في هذا الجانب. شوف، الأساتذة تكلموا عن معاهد التدريب وأنها ضرورية، صحيح ضرورية معاهد التدريب، لكن معاهد التدريب تدربهم على إيش؟ تدربهم على البيع وخدمة العملاء، هذه الأساسية. بس إن الخبرة اللي يبغى يكتسبها ما يكتسبها إلا في المحل، وجودها في المحل. جميل. أي يعني يكتسبها خلال سنة ويبغى لها وقت طويل، مستحيل إنه يكتسبها والله بشهر ولا بشهرين ولا بثلاثة، يبغى لها مدة طويلة، وهذا أهم شيء. إذن هذا العامل الأول، الخبرة بعد التطبيق، يعني الخبرة تحتاج إلى وقت طويل وإلى صبر يعني. بالضبط هذه. طيب فيما يتعلق بالمخاوف، كيف إحنا ممكن نكسرها يعني؟ كثير خوف من الفشل. كثير من الشباب يخاف إنه يقدم على مثلا أو يشتغل في محل مجوهرات، لأنه يخاف من لأن الغلطة زي ما قالها الأستاذ عبد العزيز محسوبة وكبيرة الغلطة، مو بسهلة. فهذه لازم واحد مثلا في جهة تحمي حق التاجر. هذه مين موجودة عندنا؟ التاجر هو يحمي نفسه بنفسه. نعم. طيب أستاذ أحمد، إحنا الآن تكلمنا عن تجربة التوطين في مجال الذهب والمجوهرات، يعني وكونك يعني مطلع على برامج التنمية يعني والتوطين بشكل عام في القصيم، هل تجربة الذهب والمجوهرات كحال التجارب الأخرى في التوطين؟ نتحدث عن قطاعات تتعلق بتأنيث المحلات وغيرها، هل هي تحمل ذات التجربة وذات النجاح؟ بكل تأكيد نحب أوضح نقطة، أن كل نشاط عندما يكون أصحاب الأعمال جاهزين أن يطبقون التوطين سيطبقوا التوطين، وهم أصحاب العمل ويعني يعلمون كيف يقومون بتهيئة الشباب. أنا أعتقد الحقيقة أن نسبة المناطق تختلف المنطقة إلى أخرى، أيضا كذلك نسبة العاطلين تختلف منطقة إلى منطقة، أيضا نسبة المحلات تختلف منطقة إلى منطقة. كل قطاع له خصوصيته الخاصة. كما ذكر التدريب مهم، كما ذكر الضيف الفاضل أنه التدريب العملي مهم. معالي وزير العمل الدكتور علي الغفيص عندما كان محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني أنشأ ما يسمى بالتنظيم الوطني للتدريب المشترك، وضع هناك مسارات، وكان من ضمن المسارات مسارات الذهب والمجوهرات. كانت الدورات تكون مدتها 6 شهور، ثم ينتقل الشاب لمدة سنة كاملة تطبيق عملي داخل محلات الذهب والمجوهرات.
فكما ذكر الزميل أنه التدريب العملي مهم جدا داخل المحل. والجانب الآخر، أنت كرجل أعمال غير منطق محل كبير تضع فيه شخص أو شخصين، المحل يدر مبلغ هائل وإيراد جيد، إذا أنت يعني يجب أن يكون هناك وجود تواجد جيد للشباب من 4 إلى 5 إلى 6 موظفين موجودين حتى يكتسبوا الخبرة ويكون هناك تجانس بينهم وأيضا يكسبون الثقة فيما بينهم. جميل. نعم. لكن كل نشاط له خصوصيته الخاصة. طيب جميل، احنا وصلنا إلى الختام معك أستاذ أحمد المشيقح أمين عام برامج التوطين والتنمية الاجتماعية في القصيم، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة. وأنتقل بالسؤال لك أستاذ محمد. أستاذ محمد، أن تحدثنا عن جانبين مع ضيفي الكريم الأستاذ مشعل في الاستوديو عن المخاوف التي يجب كسرها في نفوس الشابات والشبان عند دخولهم في هذا المجال، هل لديك ما تضيفه على الجوانب التي تحدث يعني بها فيما يتعلق بالخبرة وأنها تحتاج إلى صبر وأيضا جهة تحفظ حقوقهم؟ بالنسبة عشان يكون الشاب مقبل على هذه المهنة وهو بعيد عن المخاوف، يجب أنه يكون عنده مبدأ الأمانة من أول يوم يأخذ فيه القرار أنه ينتمي إلى هذه المهنة. لا ينتمي إلى هذه المهنة وهو متيقن أنه هو هذه محطة أو فترة حتى أجد عمل آخر. الأمانة في اتخاذ القرار أولا، ثم الأمانة في العمل، في الانضباط في مواعيد العمل والانضباط في التعليمات، كذلك تطوير نفسه بنفسه حيتعلم طالما هو مستمر في العمل ولا يكون طموحه أنه يكون موظف صغير. يجب أن يكون طموحه أن يكون صاحب محل. ما دام يكون عنده هذه كل المقومات وهذه الأفكار، في النهاية هو حينجح، حيحافظ على العمل ويحافظ على مكانه ويحافظ على أنه يطور نفسه. وفي النهاية حنجد بعد فترة وليس بعيدة أنه نص المحلات أصبحت لشباب سعوديين. بدي أقول لك واحدة قبل ما تنهي اللقاء. تفضل. من تجاربنا وإحنا بندرب الشباب قبل 12 سنة، في أحد الشباب أصبح صاحب محل له 4 سنوات. هذا الشاب كان يبحث عن عمل وكان يجد التجار لا يدعموه حتى أصبح هو صاحب عمل. فلما جاءت حملة السعودة الآن تشكى من شباب لا ينضبطوا، وبدأ هو وهو كان يبحث عمل يحاول يعين غير السعوديين أو يحاول يقول يعني حطوا لي واحد. هذا وجدتها وهو طالب الآن، درسته وعلمته، اليوم بيشتكي بيقول الشاب السعودي ما يستمر. أنا ما ألوم الشاب السعودي أنه ما يستمر، لأنه وجد الفرصة أنه لا يستمر. يجب يكون في تكاتف من الدولة ودعم للتاجر. أنا ما أبغى المهنة هذه تخرج من أيدينا، ولا نجد أن المتضرر الوحيد في النهاية هو التاجر الشريف، التاجر الغير مهتم بهذه المهنة وليس من ابنها، لن يهمه أي قرارات، حيحول إلى نشاط آخر. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد جميل عزوز نائب رئيس لجنة المعادن الثمينة في غرفة جدة، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة، يعطيك العافية. أستاذ خالد، يعني في حال في المرحلة المقبلة كان السوق يعني مكتظ، أو ما راح أقول مكتظ عشان ما يصير فيها تشاؤم، يعني فيه نسبة ليست قليلة من كوادر غير مهيئة، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على سوق التوطين؟ أنا أتوقع أنه يعني نلزم الدولة بكل شيء، نأخذ الأكل جاهز، هذا شيء غلط. وحنا سوينا تجربة مع المقاولين لما كان يطالبون نسبة التوطين مع قطاع التغذية والآن قطاع الذهب. أنا برأيي أنه إحنا يعني كجهات الموجودة مثل غرفة التجارية ولجانها، لو أخرجت مبادرة جابت كبار التجار، تجار الذهب اللي عنده القدرة يحط 25% كمسؤولية اجتماعية، مو بروح يتبرع الجمعيات الخيرية، لا تعال نستثمر في أبنائنا، يطلعوا مبادرة ولدنا منا ولدنا أولى، فيقومون يحطون يعني برنامج انه تعال داوم 8 ساعات وانا راح اعطيك راتب جيد، تلقائيا سيخرج يعني الشباب بيجون. ونفس الوقت الدولة من خلال متابعة ستخرج الصغير. يعني انا اقول ان العمل يعني لابد ان يكون مشترك ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، اما ان نرتكي ارتكاء كامل على جبل هذا مو منطق. ونفس الوقت يعني
اللوبينج في القطاع الخاص وفي السوق في 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 قطاع الأعمال مزعج جدا يعني، وكل كل يحاول أن يحط القالب اللي يخصه. لكن بقطاع الذهب هالقرار إن شاء الله ما راح يضر، راح يخدم، لأنه إحنا عندنا أصلا يعني ترهل يعني شوي في 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 حجم المحلات وحجم ترخيصها. يعني إحنا أنا ممكن أفتح جنب بيتي ذهب بكرة، أنا بقالة صيدلية حلاق بطريقة عشوائية، ما هناك نظام حقيقة. فبالتالي لا نزعج أنفسنا أنه ليش جاء الأجنبي واخترقنا وحاول، لأن هناك ثغرات لدينا. نعم. إذا لم تعمل جميع الوزارات والقطاع الخاص بتناغم وبهدف وحده، ويبدو طبعا والرؤية هي تحقق هالشيء، طيب كلام هذا مستقبلا إن شاء الله راح يتعدل. طيب استاذ مشعل، احنا ما نبغى ننتهي الجانب مثلا الايجابيه او حتى السلبيه المفرطه، يعني احنا لما نطرح الاشكاليات او الثغرات نحاول ان نحلها. جانب الايجابيه واضح للجميع يعني، لكن لو ما تحدثنا عن السلبيات او يعني الصعوبات التي من الممكن ان تكون بايدينا ونحاول ان نتفاديها في هذه المرحله، ماذا تكون؟ شوفي احنا ان شاء الله كلنا متفائلين بهذا القرار، ونامل ان شاء الله الاستمراريه في تطبيقه بشكل يعني مباشر من جميع الجهات. فإن شاء الله إن ما نكون متشائمين، خلينا متفائلين، وكلنا إن شاء الله راح ندعم هذا القرار. جميل. بإذن الله. إحنا الآن معنا مداخلة هاتفية من خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. مرحبا بك أستاذ خالد. مساء الخير لضيوف وكل المشاهدين. مساء النور أستاذ خالد. يعني كيف تسير حتى الآن خطة تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات؟ الحمد لله، طبعا بدأ تطبيق القرار من أمس، ووجدنا فيه التزام من عدد كبير من المحال وزملائنا في التفتيش، يعني مع الجهات الأخرى من وزارات وجهات أمنية يقوم بجولات على مستوى مناطق المملكة ككل. وطبعا كما يعرف الجميع هذا القرار يعني صادر من مجلس الوزراء من عدة سنوات، وكان يعني أعطي مهلة أصحاب المحال عدة مرات واستفادوا من هذه المهلة في كان تدريب، وأيضا كان الآن لما عزمنا على تطبيق القرار طبعا الوزارة قبل أن تطبق أي قرار هي تعطي مهلة بالأشهر، يعني حتى لو كان القرار زي قرار الذهب والمجوهرات، فحنا قبل حوالي 6 شهور أعلننا، ثم أعلننا قبل شهرين أو 3 شهور ثم أعلننا، فحنا نعطي أيضا القطاع الخاص يتهيئ أكثر. العام الماضي حنا دربنا 45,000 سعودي في مجال مبيعات وخدمة العملاء في كليات تقنية والمعاهد على مستوى المملكة. أيضا دربنا دورات على منصة إلكترونية تفاعلية هي منصة دروب، وهؤلاء أصبحوا جاهزين للعمل. يبقى طبعا جزئيا ما يتعلق في الجانب الفني أو الجانب اللي يتعلق في نفس المهنة نفسها، فكما معروف هذه أمامنا خيارين. أما الخيار الأول اللي هو هذه المهنة معروف من المهن اللي متوارثة عوائل، فبالتالي هذا أصحاب المهن يعني قد يكون أبنائهم يغطون الجانب كسعوديين، أو أنه يتم تهيئة بعض السعوديين الذين زي ما ذكرت عندهم دورات في المبيعات خدمة العملاء أصبحوا يعرفون يتعاملون بفن البيع وخدمة العملاء، فبالتالي احنا نحتاج نعطيهم جرعات بسيطة يعني حسب الاستيعاب كل يعني شاب او قادر انه صاحب المحل يعطيها الدورات، فبالتالي يستطيع ان يتسلم هذه المهنه. واحنا متفائلين والحمد لله حيوجد عدد كبير من فرص العمل، احنا قدرناها ما بين 15 الى 20,000 وظيفه. ايضا عندنا بنك التنميه الاجتماعيه الان يقرض الشباب السعوديين، احنا نعرف ان في بعضهم يكون لهم محلات متستر عليها، فبالتالي هذول بيطلعون بالسوق وهم ايضا يبيعون هذه المحلات ويتصرفون فيها، فالشباب السعوديين الان فرصه لهم انهم يتسلمون هذه المحال، وان شاء الله يكون هذا قرار، وايضا حيتبعه قرارات اخرى تتعلق في التوطين سواء التوطين الكامل او التوطين الجزئي، وهناك نشاطات وقطاعات ايضا سنتجه اليها باذن الله. جميل، شكرا جزيلا لك خالد ابو الخيل المتحدث الرسمي لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، شكرا لك.
أيضا شكرا لضيوفي الكرام في الاستوديو، كل من مشعل أدبيان مهتم في مجال المجوهرات والمعادن الثمينة، شكرا لك. الله يحييك. شكرا لك خالد الدواس مستشار في حوكمة الشركات، يعطيك العافية على وجودك معنا. شكرا لك. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى صوت المواطن. أطلقت أرامكو السعودية حملة بعنوان أريد أن أسمع، وذلك للعام الثاني، حيث تم توفير سماعات طبية متطورة لأكثر من 500 من الأطفال الصم في جميع أنحاء المملكة. ولقيت الحملة تفاعلا لافتا، وتهدف هذه الحملة إلى دعم الأطفال من ضعاف السمع من جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال توفير سماعات طبية متطورة مصممة لحاجة الطفل بعد الكشف عليه. وتركز الحملة على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين حديثي الولادة وحتى 25 عاما، الذين يعانون من صعوبات في السمع ولا يملكون الإمكانات اللازمة للحصول على هذه السماعات. يلا حط على اذنك. يلا ماما. تسمعين بابا؟ جوري. جوري قولي واحد. ما شاء الله تبارك الله تسمع. معنا في هذا الموضوع خالد الحازمي وهو مدير قسم المواطنة في أرامكو. مرحبا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا، حياك الله أختي الكريمة. الله يحييك أستاذ خالد. يعني عمل مؤسسي ومنظم، كيف جاءت الفكرة؟ وهل يعني هذا النوع من الدعم الاجتماعي يجد صدى في أرامكو السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم أختي الكريمة، لا شك أنه هذا البرنامج حقيقة هو نتاج مجموعة من البرامج تتبناها أرامكو السعودية في قسم المواطنة. عندنا حقيقة مجموعة من هذه البرامج، واحد منها هو برنامج التبرعات الإلكتروني الخاص بالموظفين، حيث تفتح المجال للموظفين بحيث أن يكون أيضا لهم دور إيجابي في التأثير على المجتمع وعلى عدد كبير من الفئات المستهدفة. عمر البرنامج أكثر من 16 سنة. أول ما بدأت الفكرة كانت تلبي الحقيبة المدرسية لعدد كبير من السنوات، بعد ذلك انتقلنا حقيقة إلى هدية المعرفة، وزعنا أكثر من 30,000 تابلت في الحد الجنوبي وكان يحتوي على المواد التعليمية للطلاب. آخر سنتين نتكلم العام الماضي وهذه السنة حقيقة بدأنا بمبادرة أريد أن أسمع، واللي مثل ما تفضلتي حقيقة هي تستهدف حديثي نعم. الولادة إلى عمر 25 سنة. لكن هل رعاية ذوي الاحتياجات يعني الخاصة تحظى باهتمام أرامكو؟ ما في شك، يعني احنا عندنا حقيقة أكثر من مبادرة تهتم في هذه الشريحة الغالية على يعني قلوبنا. وأضرب لك مثال، يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني احنا عندنا مركز قيطان للخياطة ويمكن سبق الحديث عنه، عندنا ما يقارب 100 سيدة من ذوي صعوبات في السمع يعملون في مجال الخياطة، وعندنا عدد آخر أيضا حقيقة من المشاريع. نتكلم عن مثلا المدينة المنورة، يوجد عندنا مصنع متخصص في صيانة طابعات برايل اللي يعملون فيه من ذوي الإعاقة البصرية. والآن أيضا من خلال حملة أريد أن أسمع نريد أن يكون لنا بصمة حقيقة في أن نفتح قنوات تواصل ومعرفة، وأن يكون لنا دور إيجابي في حياة هؤلاء الأطفال من خلال توفير هذه السماعات. نعم أستاذ خالد، لكن لماذا العدد مقتصر على 500؟ يعني هل في استراتيجية لزيادة العدد؟ يعني ما الدلالة الذي يحملها هذا الرقم؟ احنا حقيقة عندنا قائمة الآن يعني في عدد اللي لديهم احتياج من ذوي الأسر محدودة الدخل. لا شك أن هذه هي نتاج تعاون وإسهام من موظفي الشركة. وخليني أقول لك أيضا حقيقة معلومة لكل من يشاهدنا الآن، أن كل ريال يتبرع فيه موظف الشركة تقوم الشركة بمضاعفة هذا المبلغ،
فبالتالي يكون والله إجمالي ما تم جمعه من قبل الموظفين يتم دبل هذا المبلغ من خلال الشركة. نتكلم عن 500، احنا في كل سنة يتم إطلاق هذه الحملة خلال شهر رمضان، وبما يتم تجميعه من خلال هذا المبلغ يتم تحديد الموقف، احنا يتم تحديد الأعداد. يعني احنا نتكلم حقيقة عن أكثر من 1200 سماعة. لابد أنك تراعين أنه بعض الأطفال يحتاج إلى سماعتين، فبالتالي لذلك يكون عدد المستفيدين يصل أحيانا 500 أو 600 حسب الحالات اللي تكون عندنا من الأطفال. البعض يحتاج سماعة، البعض يحتاج سماعتين، وأنت تتكلمين على سماعات طبية متقدمة تكلفتها تتراوح ما بين يعني 7500 وبعضها يصل إلى 18000 حسب يعني الإشكالية اللي موجودة عند كل طفل. نعم. أيضا أستاذ خالد، يعني بعد الانتقال من مرحلة يعني تحديد العدد والدلالة التي يحملها، نقول لماذا الأطفال الصم؟ بالتأكيد أنكم ما اخترتم هذه الفئة إلا لاعتبارات معينة، ممكن تتحدث عنها؟ ما في شك، يعني احنا اخترنا ايش الاحتياج اللي يحتاجونه هذه الفئة، فكان واحدة من الشرائح اللي تحتاج حقيقة ان يكون هناك تعامل وتوجيه لبعض البرامج المجتمعية فئة الصم. يعني في ارقام حقيقة يمكن تختلف بين فترة واخرى، لكن اتكلم عن 720 الف اللي عندهم اشكالية او يعانون من الصم والبكم في المملكة. كثير من اثناء التحليل والدراسة لهذه الشريحة كان في مجموعة من الأطفال مثلا يتم أنه تصنيف حالاتهم أنها توحد، في حين أنه الإشكالية تكون بالسمع، فتخيلي حجم الأثر اللي ممكن توفره هذه السماعة من خلال هذه المبادرة. أنا أتكلم عن أكثر من 70% من اللي استلموا السماعات أنه إذا أنه انتقل من الفصول المتخصصة لذوي الإعاقة إلى فصول يعني اللي هم العاديين، أو أنه يكون في تأثير مباشر على المستوى العلمي. يعني نعم، يعني إذا أستاذ خالد أنتم درستم تأثير الوضع يعني أو تأثير هذه الحملة، وما استفادوا منهم يعني هؤلاء أو هذه الفئة، ما استفادت من ما قمتم به؟ صحيح، ولذلك احنا عندنا حقيقة من ضمن فريق العمل انه بعد ما يتم توزيع السماعات يكون في تواصل مع الأسر وقياس الأثر اللي حققته هذه السماعات في حياة الطفل. وحقيقة أتكلم عن تفاعل من الأمهات من الآباء في الأثر اللي وجدوا في حياة أبنائهم. أنت تنقلي لهم حقيقة، يعني يمكن أضعها بعبارة دائما نقولها حنا من خلال حملة أريد أن أسمع، أن أصبح لحياتهم صوت. نعم. لك أستاذ خالد، يعني هل أنتم يعني تعلمتم أمور معينة من هذه الحملة؟ كيف رأيتم التعامل مع هذه الفئة؟ ما في شك حقيقة أنه هذه الفئة سواء أو شيء، خلينا أتكلم حقيقة من التفاعل من جميع الجهات اللي احنا نتعامل معها والرغبة بأن يكون لهم حقيقة دور وأثر. نتعامل مع قضية تهيئة الأب والأم وكذلك قدر الإمكان على حسب الفئة العمرية للطفل، لأنه أيضا بمجرد أنه استلام السماعة هذه مرحلة من المراحل، قضية تدريب الطفل عليها، قضية تهيئة ولي الأمر سواء كان الأب أو الأم كيف أنهم يتعاملون مع هذه السماعة والمحافظة على صيانتها ومتابعتها. لأن أيضا لا ينتهي دورنا حقيقة احنا في تقديم السماعة، لكن أيضا حتى في قضية المحافظة على صيانتها في لمدة سنتين، بحيث أنه نضمن حقيقة أن تحقق هذه الحملة أهدافها بشكل يعني 100%. جميل، احنا وصلنا إلى الختام. شكرا جزيلا لك خالد الحازمي مدير قسم المواطنة في أرامكو الدمام، شكرا جزيلا لك. شكرا. أما الآن أعزائنا المشاهدين، فوصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.